انا رايحه لبيت اهلي. الله معاك. رايحه لبيت اهلي بلا رجعه. ها اركب حفظ الصرماي دربي سد ما يرد. هيك عامل حكى معي انا هلا؟ انا هديه انا ولا صارت دبانه دكانه وصارت السكر على لك اختي شو جنتي؟ كيف يعني ما تروحي مع جوزك؟ ما بدي روح معه، ما بدي روح معه. لك امي انت ما بتتذكري ايش كنتي تحكي عن بيت رسلان وعن زكيه خص نص؟ هذا صار بيت جوزك، فهمتي؟ بيت جوزك. مو قصدك بيت جوزي، قصدك بيت الصرماية جوزي. ليه هديه؟ بتعرفي اذا دري ابوك شو راح يصير؟ شو بده يصير يعني؟ بده يضربني بل حدا ما ضربني؟ تفضلي ضربيني انت كمان. بضربك وبكسر راسك وياك. بالك يا مو مشان الله هدي اختي هدي خلينا حاجه بقى لسه عملتني فيها الركزه الفهمانه بتصلح ديالك يا بعدي. لوين رايحه وليه؟ لا اوطي يا مو لجهنم الحمراء ان شاء الله اللي تاخذني. شو بنا طبا خلاص افردها مانك على بعضك منو؟ رخيني يا مر رخيني مالك فيي مسود الدنيا بوشي. خير خير احكي لي اخوك انا الخانو حرديت تركت البيت وراحت على بيت أهلها. شو عم تحكي انت؟ ليش شو بدها؟ شوها؟ ولا شي كراكيب ولا يغمور. المهم شلون شغلها؟ هكذا شغل ليش في شغل؟ اخي اشتغل معي يغمور. شو بدي اشتغل معي يغمور انت التاني؟ هلا انت اذا اكل هم مين معلم؟ انت معلم وهو معلم شراكة يعني؟ والله شراكة. ايه انت اهبل شيء عامل لك عايف التكني تبعي بتقلي شارك يا غمون ومساوي لنا كاسه شاخن نروق دمنا بعدين ليك لازم نعمل صلحه بين رسلان ويا غمور هدول رفقه عمر هذا الشيء اللي عم بيصير بيناتهم حرام وعيب وانت قلتها تكي وعيك